بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله. في هذا الدرس الجديد على قناة حوح 1981 فوليتنان، في هذا الدرس سوف نتعلم طريقة إنشاء أنستالادور أو أنستالر لأي برنامج تريده. فقد تتوفر مثلا على بعض الألعاب المحمولة، يعني ملف لبعض الألعاب المحمولة أو ملف لبرنامج محمول وتريد تحويله إلى أنستالادور، على أساس أي شخص يريد تشغيل هذا البرنامج أو هذه اللعبة يجب عليه تثبيت على جهازه، ومن ثم يستطيع تشغيل اللعبة أو البرنامج. طبعا سوف نستعمل في هذا الدرس برنامج انستال كرياتور برو، الذي يقوم كما أشرت بإنشاء انستالادور أو انستالر لأي برنامج تريده أو أي لعبة تريدها. فيكفي أن تقوم بتحميل هذا البرنامج عبر الرابط الذي سوف أضعه لك أسفل الفيديو. بعد تحميل البرنامج تقوم بفك الضغط عليه، بعد فك الضغط على يعني الملف المضغوط تقوم بتثبيت البرنامج بالطريقة العادية نيكس 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 لحينما يتم تثبيته. بعد تثبيته سوف يعطيك أيقونة بهذا الشكل على سطح المكتب، ويجب أن تتوفر على ملف اللعبة يعني المحمولة أو يعني البرنامج المحمول. في حالتي أنا شخصيا يعني سوف أقوم بتحويل هذا البرنامج الذي قمت بإنشائه في مناسبة سابقة وفي الدورة التي قمت قد خصصتها لإنشاء بعض البرامج باستعمال برنامج مايكروسوفت فيجوال باسيك 2010. طبعا هذا البرنامج الموجود داخل هذا المجلد يعني قمت بإنشائه في دورة سابقة كما أشرت، يعني فهو برنامج، هو يعني برنامج محمول لو ضغطت عليه مرتين يفتح مباشرة يعني بدون الحاجة إلى تثبيته. لهذا سوف أقوم بتحويله إلى انستالادور، على أساس أي شخص يريد يعني أن يقوم ب يعني تشغيله يجب عليه تثبيته. لهذا بعد تثبيت البرنامج انستال كرياتور برو أحبابي في الله كما أشرت سوف يعطيكم أيقونة بهذا الشكل، نقوم بالضغط عليه مرتين مباشرة على أساس فتحه. بعد أن يفتح معك البرنامج سوف يظهر بهذا الشكل، تضغط على النكس كمرحلة أولى ثم سوف ينتقل بك إلى صفحة بهذا الشكل. تقوم بسحب يعني المجلد الموجود فيه يعني اللعبة التي تريد تحويلها إلى انستالادور، أو يعني البرنامج مجلد البرنامج الذي تريد تحويلها إلى انستالادور. لهذا تضغط على اكزامينار هنا ثم تقوم باختيار يعني المجلد هذا في حالة حوحو موجود في سطح المكتب، أقوم باختياره كما تشاهدون ثم تضغط على النكس مباشرة. هنا سوف تختار لغة التثبيت، دائما بطبيعة الحال سوف أختار أنا شخصيا إسبانيول، وتقوم بتسمية هذا البرنامج وهذا الكري أو هذا عفوا الأنستالادور. فسوف أقوم بتسمية أي شيء، مثلا لا أعرف يعني 1981 فول مثلا 2. بعد ذلك تقوم بالضغط على نيكست ثم نيكست مرة أخرى. هنا سوف تختار كما تشاهدون إذا كنت تريد أن يكون هذا الانستالادور يعني بهذا الشكل. فلو تشاهد في بعض البرامج عندما تريد تثبيته فيعطيك يعني شاشة تغطي على سطح مكتبك، شاشة زرقاء وداخلها يعني نافذة صغيرة على أساس الضغط على نيكست نيكست نيكست. فإذا كنت تريد هذا الشكل تختار بانتايا كومبليتا، الاختيار الأخير الموجود هنا، وتستطيع تحديد لون الخلفية بالضغط على هنا وتختار أي لون تريده من هذه الألوان الموجودة هنا كما سوف تشاهدون. أما إذا تريد يعني فقط أن تنبثق للشخص الذي يريد تثبيت برنامجك أو اللعبة التي قمت بتحويلها إلى انستالادور فتختار يعني بالشكل الصغير جدا فقط بالطريقة العادية، فتختار بيكينيو هنا الاختيار هذا. فبعد ذلك تقوم بالضغط على نيكس مباشرة، ثم هنا سوف تختار الاختيار الأول، وهنا سوف تقوم بتحديد الصورة التي سوف تظهر في هذا الجانب. يعني دائما عندما تريد الضغط على نيكس نيكس سوف تظهر لك يعني صورة البرنامج الخاص بك. ويجب يعني عفوا أن تكون هذه الصورة بصيغة BMP. على أساس تحويل الصورة إلى يعني أي صورة إلى هذه الصيغة فقط تكتفي، يعني شخصيا سوف أعطي نموذج عن هذه الصورة سوف أقوم بتحويلها إلى صيغة BMP. فقط تقوم بالضغط إديتار يعني بهذا الشكل على الصورة بفتحها ببرنامج بانت، ثم تقوم بالضغط على هذا الاختيار الموجود هنا
وتقوم بالضغط على Save As مباشرة على أساس حفظ الصورة. بعد الضغط على Save As تقوم باختيار هنا صيغة BMP الموجودة هنا، ثم تقوم بالضغط على Save للصورة في أي مكان تريدها، بذلك تكون قد قمت بتحويلها إلى صيغة BMP. لهذا بعد تحويل الصورة تقوم بالضغط هنا على أساس سحبها مباشرة، وتختار مكان الموجود في هذه الصورة. في حالتي على سطح المكتب أقوم باختيار الصورة كما تشاهدون، أضغط على Open وسوف تظهر عندي في هذا المسار. أيضا هنا إذا كنت تريد وضع الصورة في الأعلى يعني غير مهمة أكثر، بعد ذلك تضغط على Next مباشرة. بطبيعة الحال على أساس مشاهدة الأشياء التي تقوم بإنشائها تضغط على Pre يعني المشاهدة هنا، وسوف تظهر لك الأشياء التي تقوم بإنشائها. فكما تشاهدون يعني هذه الصورة التي سوف تظهر لأي شخص يريد تثبيت البرنامج الذي قمت بتحويله إلى انستالادور. لهذا تضغط على Next بعد ذلك، هنا سوف تضع معلومات حول البرنامج أو اللعبة التي تريد التي قمت بتحويل يعني تحويلها إلى انستالادور، فتقوم بكتابة أي شيء مثلا لا أعرف يعني كومو استاس يعني غير مهم، فأنا أقوم بوضع يعني فقط يعني معلومات يعني أو يعني أشرح المسألة بشكل أكثر، فتقوم بوضع المعلومات الخاصة باللعبة ثم تضغط على أو البرنامج ثم تضغط على Next. هنا سوف تقوم بكتابة الشروط يعني تثبيت هذا البرنامج. فكما تشاهدون في بعض البرامج عندما تريد تثبيتها يعني فتعطيك يعني قائمة من الشروط، ويجب عليك أن تضغط على أي أكسبت للشروط ومن ثم الضغط على Next. لهذا تقوم بكتابة أي شيء تريدها يعني شروط البرنامج استعمال البرنامج، بعد ذلك تضغط على Next ومباشرة تقوم بالضغط مرة أخرى على Next. هنا المسار دائما الذي سوف يظهر للشخص الذي يريد تثبيت الانستالادور الخاص البرنامج الذي قمت بتحويله إلى انستالادور أو اللعبة، ثم تضغط على Next مباشرة. هنا تختار أيقونة الانستالادور إذا كنت تريد يعني ذلك، تضغط على Next مرة أخرى ثم تضغط على Next وتضغط على Next فينيش، وتصبر يعني لحين ما تنبثق لك نافذة بهذا الشكل. تختار المكان الذي تريد حفظ فيه هذا الانستالادور أو الانستالر، لا أعرف يعني كيف يسمونه باللغة الإنجليزية وباللغة العربية. سوف أختار على سطح المكتب ثم أقوم بتسميته مثلا أولا أميغوس يوتيوب، لا يهم يعني الاسم على يوتيوب الشكل. بعد ذلك تضغط على الساف مباشرة، ومباشرة بعد الضغط على الصف سوف يبدأ البرنامج بإنشاء الانستالادور الخاص بهذا البرنامج المحمول أو هذه اللعبة المحمولة التي قمت بإنشائها أو الذي قمت به أو التي قمت بتحميلها من يعني موقع معين. كما تشاهدون بسرعة كبيرة لأن الملف صغير أو البرنامج صغير. بعد أن يتم يعني إنشاء الانستالادور فخلاص تقوم بإغلاق هذه الصفحة، ضغط على النو، وكما تشاهدون تمت إنشاء الانستالادور. سوف يظهر عندي على المكان الذي اخترته بحفظه فيه، فكما تشاهدون هذا هو. لو ضغطت عليه مرتين مباشرة أضغط على Yes سوف تنبثق النافذة بهذا الشكل، هذه الصورة التي قمت باختيارها. لو ضغطت على Next أو Siguiente سوف تظهر لي معلومات الخاصة بالبرنامج التي قمت بكتابته أنا شخصيا، قد كتبتكم مستصة في يعني بشكل بسيط صافي باللغة المغربية علي. تضغط على Next ثم سوف تظهر له الشروط التي قمت بكتابتها يعني فتذكرتم قمت بكتابة بعض الأشكال الغريبة. سوف يظهر يضغط على يكسبت على أساس يستطيع يعني تثبيت هذا البرنامج، يضغط على Next المسار الذي سوف يثبت فيه البرنامج يستطيع تغييره إلى مسار مثلا على سطح المكتب، يضغط على Next، يضغط على انيسيار وبسرعة كبيرة جدا يتم تثبيت هذا البرنامج، يضغط على Next ويعني Finish، وبذلك كما تشاهدون يحصل على أيقونة البرنامج في المكان الذي اختار يعني بتثبيته عليه. كما تشاهدون هذه الأيقونة لو ضغطت عليها مرتين أستطيع تشغيل البرنامج الذي قمت بتثبيته بطريقة بسيطة جدا. أتمنى أن الدرس قد رق لكم، نلتقي إن شاء الله في دروسات قادمة بحول الله. لا تنسى في الأخير دائما زيارة على موقعنا dolvidolvidol.com والانضمام إلى صفحتنا على فيسبوك facebook.com/1981full. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك جديد 1981 فول اثنان. يعني استودعكم الله التي لا تضيع ودائعها.